صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والسعادة، صباح يوم الجمعة اللي كله نشاط وحيوية، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج يومي من الأثنين للجمعة، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائماً إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، ونرحب فريق عمل البرنامج ويانا. عندنا في الإخراج والتنسيق الزميل نمر محمد، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. ها، شو أخبار ثاني جمعة؟ شغل وياك يا نمر؟ بعد نشاط حيوية؟ زين زين زين، ممتاز. نتمنى دايما تكون شي مخرجنا وكل اللي يسمعونا تكونون بصحة ونشاط، تحبون شغلكم وين ما كنتوا تشتغلون وشو ما كان شغلكم، عشان تعطون أفضل ما عندكم لخدمة بلادنا الغالية، لخدمة هذا الوطن اللي مهما قدمنا له من تضحيات أكيد ما بتوفي حقه، لكن بولائنا وإخلاصنا بشغلنا بنقدر نرد ولو جزء بسيط من جميل هذا الوطن علينا. أعزائي المستمعين، بالنسبة لفقراتنا لهاليوم بتكون متنوعة كالعادة، بنشوف شو عندنا من أخبار صحية، ومن بعدها بناخذ فقرة التغذية واللي بتتكلم عن مصادر الدهون الصحية وأهميتها، وآخر فقراتنا بإذن الله بنخصصها عن الحديث عن السمنة، واللي هي بالأخص سمنة الأطفال. أذكركم أعزائي المستمعين أن احنا دائما على استعداد لسماعكم واستقبال مشاركاتكم واقتراحاتكم أو حتى ملاحظاتكم على الأرقام التواصل 600551414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. على العموم خلونا الحين نشوف شو عندنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن النوم العميق وأثره الإيجابي في تقوية أداء الذاكرة. تبون تعرفون شو هذا الأثر؟ اسمعوني للآخر. توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن الأمريكية إلى أن تحفيز الذاكرة أثناء النوم قد يساعد على تقويتها وتعزيز القدرة على تذكر أسماء الأشخاص، لكن بشرط الوصول إلى مرحلة النوم العميق. اشتملت الدراسة على 24 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 ل 31 عام، عرضت أمامهم صور وأسماء 80 تلميذ من صفوف مدرسية افتراضية، ثم أجري لهم اختبار لتذكر أسماء التلاميذ عند عرض صورهم مرة ثانية. بعد ذلك طلب الباحثون من المشاركين أخذ غفوة خضعوا يعني في أثناءها لتسجيل النشاط الكهربائي لأدمغتهم، كما جرى قراءة أسماء بعض التلاميذ مع عزف موسيقى هادية. يا سلام، أجواء جميلة. وذلك عندما يصل المشارك إلى مرحلة النوم العميق، وبعد استيقاظ المشاركين من الغفوة أجري لهم اختبار تذكر الأسماء مرة ثانية. المفاجأة أن الباحثون وجدوا أن أداء ذاكرة المشاركين الذين أظهر تخطيط الدماغ الكهربائي لهم تقطعا في النوم كان أقل من أداء ذاكرة المشاركين اللي أظهر تخطيط الدماغ لهم نوم عميق مستمر. وأن تحفيز ذاكرتهم بإعادة قراءة بعض أسماء الطلاب في أثناء النوم العميق قد ساعدتم على تذكر المزيد من الأسماء في الاختبار الثاني. طبعا هذا الشيء بخلاف المشاركين اللي تقطع نومهم في أثناء الغفوة.
وبحسب الباحثين فإن هذه النتائج تأكد على العلاقة بين اضطراب النوم وضعف الذاكرة، وهو ما يشاهد يعني وهو هالشيء يشاهد عند المصابين بانقطاع التنفس في أثناء النوم. وممكن يقدم تفسيرات محتملة الآلية التي يحدث بها ذلك. عاد أنا أعرف في ناس يرقدون طول اليوم، شو تقولهم يا نمر؟ منو؟ ما تعرف؟ يعني أنت مو منهم؟ زين، نقولهم إن النوم الصحي واللي وصلنا للنوم العميق اللي هو مفيد لذاكرتنا مو معناته نحن نرقد طول اليوم، صح يا نمر؟ النوم الصحي هو النوم المتواصل واللي يكون يعني بالذات بالليل وما يكون متقطع. وطبعا لازم نتذكر ان احتياجاتنا للنوم تختلف من شخص لاخر. نحليلك يا سعيد، شكلك مبراق طول الليل وعلامات الارق باينه عليك. طبعا تناول وجبه ثقيله قبل النوم تسبب عسر هضم يؤدي الى الارق، ولكن الأرق مشكلة لها تأثيرات صحية ونفسية، وحسب منظمة الصحة العالمية 70% من الأمراض سببها اضطرابات النوم. حول العالم 1 من 3 أشخاص يعانون من الأرق خلال فترة من حياتهم، وفي الإمارات 25% يعانون من اضطرابات النوم. هي تلاقي واحد عنده مشاكل في حياته أو عمله مو قادر يرقد، مما يسبب الأرق في 40% من الحالات. ولكن في بعض الأسباب قد تكون عضوية مثل التعب، الألم، أمراض السكري، الغدة الدرقية، أو أسباب سلوكية مثل زيادة الوزن، الكسل، الخمول. ولا تقول أنا باخذ قيلولة بعض الظهر، لأن بالفعل نوم ساعة واحدة في الليل يوازي نوم 3 ساعات في النهار. حاول يا سعيد أنك تكون هادئة بالنوم ولا تفكر في المشاكل، وابعد الجوال عن سريرك، ناموا ما بين 7 و8 ساعات ليليا، وعساكم دوم صح وسعادة. ها سمعتوا الأستاذة وفاء عايش شو قالت حق سعيد؟ نتمنى أن المعلومات اللي قدمتها لكم مفيدة. والحين أعزائي المستمعين، يعني هذا كان خبرنا لهاليوم وهاي معلوماتنا لهذا اليوم. الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم عشان ناخذ فقرة التغذية. تريونا صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية وحياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل 600-551-414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. اذكروا دائما أن برنامج صحة وسعادة هو برنامج لكم، وأن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. في فقرة التغذية اليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن الدهون. ومثل ما نعرف كلنا أن الدهون تصنف بين الدهون الضارة والدهون النافعة، أو اللي احنا نسميها الدهون الصحية. ومثل ما نحاول دائما أن نتخلص من الدهون الضارة بجسامنا، من المهم بعد أن نحصل على الدهون النافعة لكن بالمستوى المطلوب واللي يتوافق مع احتياجات أجسامنا. ولا شو رأيك يا نمر؟ وطبعا بنتكلم أكثر عن موضوع الدهون النافعة وشو اللي يفيد أجسامنا مع ضيفتنا لهذا اليوم. لكن قبل ما نتكلم في هذا الموضوع وناخذ يعني مكالمة ضيفتنا، خلونا أعزائي المستمعين نفكر شو الأشياء أو يعني اللي أنتوا تتبعونها عشان تتخلصون من الدهون الضارة. طبعا مثل ما قلنا يعني في حلقات سابقة، الرياضة لها دور كبير بالتخلص من يعني الدهون الضارة أو حتى الوزن الزايد، صح ولا لا؟ من غير أن احنا كذلك أن نراعي الغذاء الصحي المتوازن، ونراعي يعني الوجبات أنها تكون متكاملة العناصر واللي تحتوي على يعني نسبة الدهون واللي تكون
مناسبة لنا. يعني احنا لازم نمارس الرياضة ونحاول نراعي كذلك تناولنا الغذاء الصحي. طبعا الحين بناخذ الأستاذة ندى علي اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، واللي بتكلمنا أكثر عن الدهون الصحية، أنواعها، فوائدها، وكيف احنا نقدر نتخلص بعد من الدهون الضارة. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة ندى، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. مرحبا فيكم، يا هلا. في البداية أستاذة ندى، خلينا نعرف المستمعين شو هي الدهون وكيف نقدر نقسمها. أوكي، أول شيء ضروري نعرف الفرق بين الدهون المفيدة والدهون الضارة. ليش؟ لأنه يساعدك في تحديد الدهون اللي المفروض نتجنبها والدهون اللي ممكن نتناولها. فإذا بنقسم الدهون على حسب تركيبتها الكيميائية، فبنقسمها لأربع مجموعات. المجموعة الأولى هي الدهون المشبعة، اللي هي تعتبر تصنف كأنها ضارة. الدهون الغير مشبعة اللي هي مفيدة منها الأوميجا 3 والأوميجا 6. الدهون المتحولة أو الدهون المهدرجة اللي هي ضارة جدا ويجب تجنبها، ويكون استهلاكنا منها أقل من 5% من سعراتنا الحرارية اليومية. وآخر شيء الكوليسترول. مثل ما قلت، الدهون المشبعة والكوليسترول مش دائما هم يصنفون كضارين، وإنما حسب نظامنا الغذائي ونشاطنا البدني، حسب اعتمادنا اليومي على في التغذية، نقرر إذا هاي الدهون بتكون ضارة لنا ويجب تجنبها ولا لا. يعني بالتفصيل أستاذة ندى، لو بغينا نعرف شو أهمية الدهون النافعة لجسم الإنسان ولياقته؟ أوكي، الدهون هو عنصر غذائي نفس البروتين ونفس الكربوهيدرات، وهو أساسي، مصدر أساسي للطاقة. له دور أيضا في تخفيف مستويات أول شيء الكوليسترول في الدم، الدهون المفيدة أنا أقصد فيها. أيضا لها دور في تخفيف الالتهابات، تحسن استقرار نظام القلب، وأيضا تقلل من خطر انسداد وتصلب السرايين. لها دور أيضا في امتصاص الفيتامينات اللي تذوب في الماء، في الدهون، مثل فيتامين A وD وE وK. وأيضا من أهميات الدهون وليش ننصح دائما أنها تكون في النظام الغذائي، لأنها تعطي إحساس بالشبع فترة أطول، لأن هضمها أبطأ من هضم البروتين والكربوهيدرات. إنزين أستاذة ندى، قبل ما ناخذ الاتصال أنا تكلمت شوي إن إحنا كيف نحاول نتخلص من الدهون الضارة في أجسامنا، وإنه واحدة من الأشياء اللي لازم يعني نلتزم فيها إن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على المجموعات كاملة ومن ضمنها مجموعة الدهون، لكن الراعي كذلك كميات الدهون اللي نتناولها، وإن نشوف شو مصادر الدهون الصحية اللي لازم نركز عليها. لو تخبرينا أكثر عن مصادر هذه الدهون الصحية. بالضبط. أوكي، مصادر الدهون الصحية بنقسمها لمصدرين، مصدر من نقدر نأخذ الدهون من مصادر حيوانية، ونقدر نأخذها من مصادر نباتية. فلو نروح الحيوانية، أول شيء مثل البيض، مثل الأسماك الدهنية، مثل سمك التونة والماكرل والسالمون، هاي هي المصادر الحيوانية. فالبيض ممكن نستهلكها مرتين في الأسبوع، حبة كاملة من غير، يعني هي مع البياض والصفار. أما من ناحية الأسماك، الحين الدراسات الأخيرة تنصح باستهلاك وجبتين أسبوعيا أو إلى 3 وجبات نروح أسبوعيا من الأسماك الدهنية أو الأسماك بشكل عام لاحتواها على أوميجا 3. أما من ناحية المصادر النباتية مثل زيت الزيتون، دائما ننصح إضافتها على السلطة مثلا، ملعقة طعام، عشان نعزز امتصاص الفيتامينات، وغير أنها فائدة زيت الزيتون لتقليل الكوليسترول. عندنا الأفوكادو، المكسرات، دائما ننصح بأخذ كميات مساوية لقبضة اليد كوجبة خفيفة من المكسرات الغير محمصة وغير مملحة، لما لها من فوائد على القلب. أيضا الشوكولاتة الداخنة فيها تحتوي على مضادات أكسدة وتحتوي على دهون صحية، هي تأخر عمليات الهضم وتزيد الإحساس بالشبع. أيضا عندنا بذور السكتان، بذور الشيا، هذا ننصح لاحتوائهم على أوميجا 3، ننصح باستهلاكهم مع الوجبات تقريبا ملعقة طعام
أو ملعقة شاي صغيرة مع الوجبات لنعزز الفائدة في الوجبة الغذائية. استهلاكنا من ناحية الكميات، استعراض الكميات المفروض تكون ما بين 20-35% من الدهون من إجمالي سعراتنا الحرارية اليومية. يعني إذا ناخذ تقريبا 2000 سعرة حرارية في اليوم، 20-35% تكون من الدهون. ممتاز. والدهون سعراتها الحرارية عالية بعكس الكربوهيدرات والبروتين. كل جرام من الدهون بيعطينا 9 سعرات حرارية بعكس البروتين والكربوهيدرات، كل جرام منهم بيعطينا 4 سعرات حرارية. يعني هو أعلى طبعاً الدهون تعطي سعرات حرارية أعلى. إنزين يعني هذا الشيء اللي ممكن نرد على بعض الأشخاص اللي خلاص يعرفون إن هذه الدهون صحية يكثرون منها، ولا شو رأيك؟ لا ما نكثر منها، كل لازم مثل ما قلت المكسرات قد قبضة اليد، زيت الزيتون قد ملعقة طعام على الصحن السلطة، الأسماك قد راحة اليد كاملة، البيض مرتين في الأسبوع لثلاث مرات حبة كبيرة، الحبة البيض الكبيرة، كلها لازم نحدد الكميات مش مفتوحة الكميات. يعني بذور الشيا وبذور الكتان بعد عالية في السعرات الحرارية، فملعقة شاي صغيرة على الوجبة تعزز الفائدة من الوجبة. يعني أستاذة ندى، يعني القاعدة هي إن احنا نعتدل بالكميات اللي نتناولها، وحتى لو كانت هذه الدهون صحية مو معناته ان احنا نفرط في تناولها. بالضبط. لاحتوائها العالي على السعرات الحرارية. انزين، وشو رايك بالناس اللي ينظرون للدهون نظرة سلبية بدون ما يفرقون منو منها الضار ومنو منها النافع؟ شو نصيحتك لهم؟ بطبيعة الحال الحين من يحاول يتبع حمية غذائية لإنقاص الوزن على طول يبتعدون عن أي شيء فيه دهون، لأن الاعتقاد السائد هو أن الدهون تزيد من وزن الجسم، بس الحقيقة أنها تبدو يعني ممكن مفاجأة للبعض أنه هو استهلاك الدهون بطريقة معتدلة يعد مفيد جدا في عمليات التمثيل الغذائي وحرق الدهون في الجسم، حتى بالتالي إلى يعني استهلاكنا للدهون باعتدال يؤدي إلى خسارة وزن أكثر من تجنبنا. الشيء المفروض تتجنبه اللي هي الدهون الضارة المتحولة والمهدرجة مثل الموجود في البطاطا المقلية، المخبوزات، وجبات الخفيفة أو الوجبات السريعة بالتحضير، هذول اللي فيهم دهون متحولة عالية، هذه المفروض نتجنبها وما يكون استهلاكنا منها أكثر من 5 جرامات يوميا. ممتاز. زين أستاذة ندى، لو بغينا بعض النصائح ممكن توجهنا اللي يسمعونا الحين برنامج صحة وسعادة؟ مثل ما قلت إن ندخل الدهون المفيدة باعتدال، نتجنب أي شيء متحول في دهون متحولة ومهدرجة. كيف نعرف إن هذا الأكل فيه دهون متحولة؟ عن طريق قراءة البيانات الغذائية اللي موجودة على المنتجات أو السلع، فأي علبة بسكوت أو أي علبة حلويات نقرأ دائما الدهون المتحولة كم فيها، إذا كان أكثر ويحطون على الجنب، بس إذا كان أكثر من 5% فهذا تعتبر ضعف، إذا كان أقل من 5% هذا ممكن استهلاكهم باعتدال. العادات الغذائية الحميدة تبدأ من الطفولة، ولا تنسى يا سعيد أن 1 من كل 10 أطفال في العالم وزنه زايد عن الطبيعي، فدير بالك على عيالك. الأطعمة الجاهزة مثل الدونت والكب كيك والشيبس كلها مرتفعة الدهون والسكريات، فالأفضل نستبدلها بالفاكهة والخضار، وحلو أن نوزعهم في البيت عشان تكون في متناول الأطفال ويعتادون عليها بروحهم. نفس الشيء بالنسبة للمشروبات الغازية والعصائر الملونة، المحلات بيطن من الشكر، نستبدلها بالعصائر الطبيعية بكميات محدودة، خاصة أن في دراسة أمريكية كشفت أن الأطفال اللي يشربون المشروبات الغازية يزيد احتمال إصابتهم بالسمنة إلى 43%. فينا عادة سيئة هي مكافأة الطفل بالطعام، حمود إذا استويت شاطر بعطيك حلاوة. لا لا لا، هذا السلوك يعطي الطفل فكرة سيئة عن هدف الطعام. أما في المطعم لا تتقيد سعيد بالكيدز منيو، فأغلب قوائم الأطفال غير صالحة للإهان. وفي الختام ضروري تشجيع الطفل على الحركة والرياضة بدون إجبار عشان ما تكون ردة الفعل سلبية. كلنا قادرين نعود أطفالنا على الأكل الصحي. عساكم دوم صحة وسعادة. أستاذة ندى، شو رأيك بكلام دكتور أنور؟ نصائح جميلة جدا.
خاصة موضوع يعني مكافأة الطفل مثلا بالطعام أو بالحلويات، هذه عادة يعني صراحة تشجع الأطفال لأنهم يعني يتجهون اتجاه يعني غير صحي، صح؟ صحيح، يربطون الفرحة بشيء غير صحي. بالحلويات مثلا. وإحنا دائما بعد ممكن ننصح بعد يعني مثلا الأمهات أنهم يحاولون أن يسوون المخبوزات في البيت بدل منهم يشترونها، ليش؟ لأنه ممكن يتحكمون بنوعية الدهون اللي فيها أو كميات، ولا شو رأيك؟ بالضبط، لأن المصانع تحط يعني أردى أنواع الزيوت بهدف الربح المادي، مش نفسنا في البيت ممكن تتحكمين أنت في نوع الزيت اللي تستخدمينه، تتجنبين مثلا زيوت النخيل اللي هي كلها للمصانع تستخدم. صحيح، يعني القاعدة الذهبية هي الاعتدال في تناولنا لكميات الدهون، وإن نعرف شو هي الدهون الصحية. أستاذة ندى علي، اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، أشكرك على هذا الحوار المفيد، وإن شاء الله نلقاك بحلقات ثانية ومواضيع أخرى مفيدة بإذن الله. إجازة سعيدة. أعزائي المستمعين، أحب ناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، هناك الكثير من العوامل اللي ممكن أن تكون وراثية أو ناتجة عن أنماط غذائية غير صحيحة، واللي ممكن أنها تسبب السمنة وفرط الوزن عند الطفل، وهذا اللي ممكن يؤدي إلى إصابته بالمشكلات الصحية، واللي ممكن أنها تأثر في حركته ونموه ولياقته وفي حياته على وجه العموم. وعشان شيء من المهم أن ننتبه إذا كان أطفالنا يعني عندهم استعدادات وراثية أو غير وراثية ممكن تؤدي لهم يعني تؤدي بهم إلى السمنة، ومن المهم إن إحنا نكتشف هذا الشيء ونتعامل معه عشان نتفادى المشكلات الصحية اللي ذكرناها. هذا الموضوع جدا مهم، أو بالأحرى القضية الصحية المهمة. هذه القضية بنستعرضها اليوم بكل تفاصيلها مع ضيفة برنامجنا الدكتورة ميسة صالح، اختصاصي طب الأطفال في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. يا مرحبا وسهلا فيك دكتورتنا، نورتي برنامج صحة وسعادة. أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين. دكتورة، السمنة بالفعل مشكلة من المشكلات الصحية وخاصة عند الأطفال، ممكن تعطينا نبذة سريعة عن أسباب السمنة عند الأطفال؟ طيب تعالي نبتدي الأول ونقول إيه هي السمنة عند الأطفال، وإزاي الأم الأول تقول إن طفلي عنده سمنة. السمنة مش بالرؤية، مش بالنظر، مش هقدر أقول إن الطفل ده سمين أو لأ إلا لو عملت له ما يسمى بكتلة الجسم. إذا كانت كتلة الجسم فوق 95% بيبقى الطفل في سمنة، وبنسميها severe obesity أو السمنة المفرطة. لو كانت ما بين 85 و 95، دي اللي هو بادي في المرحلة اللي هيدخل في السمنة. لما أعرف إن طفلي عندي سمنة أبتدي أقسمه، هو الطفل ليه عنده سمنة؟ معظم الأطفال اللي عندهم سمنة بتكون بسبب العادات السلوكية الخاطئة اللي احنا بنواجهها اليومين دول. أول سبب اللي هو الفرط المأكولات، وخاصة المأكولات اللي احنا بنسميها الجنك فود اللي بقت منتشرة بطريقة شديدة جدا. الطفل بيقعد طول النهار على الآيباد والآيفون ومفيش أي نوع من الحركة والأكتيفيتي، وخاصة إن في أطفال دلوقتي بقوا بياخدوا حتى الدراسة عن بعد، فمفيش التنطيط والحركة والأكتيفيتيز اللي في المدرسة. صحيح. المشكلة بقى كمان الكبرى النمط المعيشي اللي في البيت اللي هو فيه مأكولات غير صحية كتيرة، يمكن لأن احنا مش عارفين ايه هو المأكولات الصحية اللي المفروض نديها لطفلنا والعادات اللي هو ابتدى الطفل يكتسبها. في بعض الأدوية اللي هي بتكون مسببة للسمنة زي مثلا الكورتيزون اللي بناخده لأسباب معينة مرضية، فدي بتبقى حاجة وقتية.
في بعض الأطفال بيبقى عندهم بعض المشاكل الصحية والمتلازمات زي متلازمة الداون والبرادر ويلي، اللي هو الطفل بيبقى مولود بميول ان هو يزيد في السكر. طبعا العامل الوراثي مش هقدر اقول انكره، ان هو في بعض العائلات اللي هي بتبقى فيها نوع من السمنة اللي هي موجودة في العائلات. يمكن ده باختصار ايه اسباب السمنة. ممتاز. إنزين دكتورة، كيف الحين ممكن نفرق بين سمنة الأطفال أسباب وراثية أو إن يعني بسبة الأنماط الغذائية أو الأسباب المرضية؟ تمام. مبدئيا الطفل لازم لما الأم تحس إن هو بادي في المرحلة اللي هي قبل السمنة المفرطة، تلاحظ القصة دي زي ما أنا وصفتها لحضرتك وتروح للطبيب. لما بتروح للطبيب، الطبيب بيقدر يعرف من التاريخ المرضي، من طريقة أنماط الأكل والسلوكيات. من التاريخ المرضي نقدر نفرق ما بين الأنواع المختلفة من السمنة، وبالتالي نقدر نتعامل معها بالطريقة الصحيحة اللي تفيد طفلنا في الآخر. مش معنى أن أنا ابني عنده مثلا متلازمات هي السبب في فرط السمنة عنده أن أنا ما أقدرش أسيطر عليها وأرجعها إلى النطاق الصحيح بتاعها وأخلي طفلي في المنحنيات السليمة. إنزين دكتورة، هناك أنت ذكرتي قبل شوي لما تتكلمين أن كثير من المشكلات أو الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال من وراء السمنة، ممكن تعطينا بعض يعني أو تشرحينا أكثر عن هاي المشكلات؟ بصي حضرتك، إحنا دلوقتي لما بنيجي نبص على الطفل اللي هو اللي عنده السمنة، بنلاقي أن في تشكيل معين للسمنة في جسم الطفل، خاصة التراكم الدهون عند منطقة الأحشاء أو البطن. المشكلة دي بتعرض للطفل وكان قول كبير كمان لحاجة بنسميها مقاومة الإنسولين، وبتبقى داخلة في الدائرة اللي هي يعني على طول دايرة، يأكل دهون تتراكم، مقاومة الإنسولين تعلى، فبيدخل بما يسمى بالنوع الثاني من السكر. يعني احنا دايما نعرف أطفال عندها النوع الأول من السكر، النوع الثاني ما كانش موجود غير في الكبار. هم أكثر يعني النوع الأول بالضبط. فإحنا لقينا دلوقتي أطفال كتير جدا داخلة فيما تسمى بمقاومة الإنسولين والنوع الثاني من السكر. هذا يعني بسبب يعني أنماط الحياة يعني والتغييرات اللي في الحياة، صحيح؟ بالضبط، عندك حق جدا. المشكلة الثانية طبعا الطفل اللي هو عنده السمنة بيبقى عنده صعوبة في التنفس، تلاقي في نفسه مش مستريح خاصة في النوم، وساعات بيحصل له حاجة بنسميها انقطاع النفس أثناء النوم، وده بيبقى محتاج ان احنا نسعى ان هو يكمل طريقة النوم بطريقة صحية، علشان خاطر تخيلي حد ما بيعرفش ينام وينقطع النفس يقوم يحاول يتنفس ويرجع ينام ثاني يوم في المدرسة، تخيلي عايز ينام، فدي بقت مشاكل كمان في المدرسة. الدهون بقى الأطفال عندهم مشاكل صحية تساوي الدهون اللي هي غير حميدة موجودة بنسب مرتفعة لما بنعمل لهم فحوصات الكوليسترول والدهون، ودي طبعا مشاكلها كثيرة فيما بعد على تأثيرات على القلب وحساسية. التراكم الدهون على الكبد، الحاجات دي ما كناش بنشوفها غير في الكبار، دلوقتي بقينا بنشوفها في بعض الأطفال. إلى جانب بعض من علامات الإنسولين، مقاومة الإنسولين، بنلاقي في نوع من أنواع اللون، التغير اللون عند الرقبة، وفي بعض الأماكن الأخرى بتلاقي في نوع من أنواع زي الفلفت كده، لون بني عند الرقبة، فده بيبقى زي نوع من الجلد كمان اتغير. التشققات اللي بتبقى موجودة، فده بيدي للطفل نوع من أنه هو مش عاجبه شكله، مش عاجبه نفسه. إلى جانب طبعا المشكلة الكبرى وهو البولينج أو التنمر. صحيح. الطفل اللي هو مش قادر يلعب، مش قادر يجري، يعني في حاجات بقت نفسية كمان أضفناها، واللي ممكن تعقد بعد أنه يعني مثلا في أطفال ما يحبون مثلا يسيرون المدرسة بسبب هذا الشيء. بالضبط، عندك حق جدا. المشاكل الثانية اللي بنلاقيها برضو في الأطفال، بعض الأطفال بيجي لهم ما يسمى بالخلع الورثي بسبب السمنة، وبعض يعني الأنعواج في الساق بسبب اللي هو الثقل اللي بيبقى موجود، وخاصة في مراحل الأولية من نمو الطفل. ممتاز. زين دكتورة، في هناك عمر معين ممكن احنا يعني يساعدنا احنا نكتشف بوادر السمنة عند الأطفال، وشو هي مثلا أهمية الفحوصات أو المراجعات الدورية؟
تمام. حضرتك دايما احنا بنحكم على الطفل بعد اللي هو العمر اللي بيبتدي يدخل فيه الاكل الطبيعي ده، ودايما الطفل بيبان الشكل السمنة فيه من بعد سن العميل. الام بتلاحظ ان الطفل ميال للسمنة، ومع المراجعات اللي هي الدورية مع التطعيمات وهكذا بيقدر الطبيب بسهولة شديدة يحط الطفل على المنحنيات العادية بتاعت الطفل، ويقدر يقول ان الطفل ده عنده ميول للسمنة، وبالتالي ينصح الام بانها تراجع مع اخصائيين التغذية. في بعض الاطفال مثلا اللي عندهم مشاكل في بعض الهرمونات زي الغدة الدرقية يراجعوا مع دكاترة الغدد الصماء وهكذا. الطفل اللي داخل في السكري النوع الثاني يبتدي يراجع. فاحنا من عند السكرينينج بتاع الطفل في التطعيمات نقدر نعرف الطفل. في حاجات كتير جدا كمان بتتعمل في المدارس، اللي هو المقاييس بتاعة الطفل، بنقدر من الاول خالص نعرف ان الطفل ده ميال للسمنة، ونبدي ندي النصيحة ونوجهه يروح فين علشان نبتدي نحافظ على الأنماط التراثية الصحيحة بالنسبة. ممتاز. زين دكتورة، في النهاية شو نقول للي يسمعونا؟ كيف نحمي أطفالنا من هاي المشكلة؟ العادات الغذائية الصحيحة والعادات الحياتية الصحيحة. الرياضة هامة جدا جدا، أي نوع من أنواع الرياضة حتى لو كانت مشي، بس المشي اللي هي بطريقة الصحيحة، مش أنا مشي في مول، لا بتمشى بخطوات سريعة. لازم أحط في ابني وفي العيلة كاملة الأنماط الغذائية الصحيحة، مش أن أنا يبقى البيت عندنا كله بنجيب جنك فود والكلام ده، ما هو الطفل طفل في الآخر. صحيح. الحاجة أكيد بيقلد يعني اللي يشوفه قدامه. بالضبط بالضبط. المدرسة عليها عامل جامد جدا في التوعية، وإلى الرياضة والرياضة والرياضة. يعني بالنهاية نقول الله يبعد عنا وعن أطفالنا السمنة ومشاكلها. شو رايك دكتورة؟ والله وعننا كمان. جزيل الشكر لك دكتورة ميسة صالح، اختصاصي طب الأطفال مستشفى الجليل التخصصي، على هذا الحوار الجميل. يعني نتمنى أن نشوفك بحلقات جديدة، ويوم سعيد. أشكرك أشكرك. أعزائي المستمعين، الأسبوع اللي طاف لو تذكرون أن يعني تكلمت عن بعض العادات اليومية اللي ممكن أن يكون لها دور مهم في الحفاظ على صحتنا المهنية في أماكن عملنا وأثناء تأديتنا لمهامنا. ومن هاي العادات الصحية اللي ذكرناها هي ممارسة النشاط الرياضي خلال فترة العمل، وخاصة استغلال فترة الاستراحة، سواء كانت 5-10-20 دقيقة، وإن نقوم يعني بالنشاط الرياضي كالمشي مثلا. وقلنا بعد إن ما يهم نوع الرياضة اللي نسويها أو المدة الزمنية، القاعدة إن احنا نحاول نستغل أي وقت نحصله بحيث يعود علينا وعلى صحتنا بالفائدة. ومن الممارسات والعادات الصحية كذلك هي الحرص على تناول الغذاء المتوازن الصحي خلال فترة العمل، لأن الغذاء الصحي يساعد على دعم جهاز المناعة، وخاصة نحن يعني بعدنا تحت تأثير الجائحة. هذا بالإضافة إلى أن الغذاء الصحي يساعدنا على الشعور بصحة أفضل جسديا وعقليا، وبالتالي يعزز من أدائنا الوظيفي. ولا شو رايك يا نمر؟ عشان شي نمر دائما يسوي يعني رياضة أشوفه وما أشوفه. يعني شو تأكل أنت؟ تفاحة؟ يمكن. لا صحي أعزائي المستمعين، ولما أقول صحي ما أقصد أني أعقد الأمور عليكم، لكن اللي يهمنا أن احنا نحاول ندخل بالتدريج بعض العادات الغذائية الصحية ولو حتى عادة واحدة في روتين حياتنا المهنية. يعني مثلا ممكن نتناول نوع من أنواع الفواكه، أو أن احنا نلتزم بشرب كمية يعني محددة من الماء كل يوم خلال فترة الدوام. وطبعا من القواعد الذهبية اللي تسهل علينا تناول غذاء صحي متوازن، أنا دايما أحب أختصرها بخمس قواعد ذهبية. القاعدة الأولى أن احنا نتناول وجبة الفطور قبل ما نطلع للدوام، ونشوف للأسف الكثيرين
وبسبب يعني ضيق الوقت يهملون هالوجبة المهمة. نقول لهم حاولوا إنكم تصحون شوي بدري عشان يكون لكم وقت لتناول وجبة الفطور، مش تنشون قبل الدوام نص ساعة وتكونون مستعجلين، لا اخذوا راحتكم وتناولوا فطوركم اللي ننصح أن يكون فيه يعني مجموعة البروتين والكربوهيدرات مثل يعني سندويتشات الجبن أو البيض أو الحبوب الكاملة مثل الشوفان مع الحليب، واللي بتمدكم بالطاقة لأول ساعات النهار، وبنفس الوقت بتخليكم شبعانين وبتمنعكم أنكم تأكلون وجبات دسمة أو تكثروا من أكل الحلويات، وبالتالي في النهاية بتجنبكم مشاكل السمنة وزيادة الوزن. ها مخرجنا، شو فطرت اليوم؟ شكلك كنت متأخر صح؟ كنت راقد ما فطرت. خلاص عزمتنك على الفطور. فطور ولا غداء؟ انزين. القاعدة الثانية هي الوجبة الخفيفة أو السناك. يعني هاي الوجبة قد ما نقدر نحاول أن نخليها نوع من أنواع الفواكه أو السلطة أو مثلا مكسرات مشكلة أو حتى الروب مع الفواكه. هذه الوجبة ممكن نتناولها من بين الساعة 10-11 تقريبا. انزين. واللي يعني يتمون ساعات أطول في الدوام واللي إنهم يضطرون هم يتغدون بالدوام، ننصحهم إنهم يبتعدون ويقللون من الوجبات السريعة، ويفضل إنهم يحاولون إن يستبدلونها يعني بالأكلات المشوية مثلا مثل الدياي أو السمك المشوي مع السلطة. القاعدة الثالثة، نحاول نخفف من تناول الشاي والقهوة وغيرها من المنبهات، وخاصة احنا نشوف ان الكثيرين عندهم عادة انهم يتناولون القهوة اول الصبح قبل الفطور، طبعا هذه عادة يعني غير صحية. نحاول نقلل من شرب القهوة، ونحاول ان احنا اول شيء ناخذ فطورنا، وممكن عقب ساعة ساعتين ممكن ناخذ يعني او نشرب القهوة، ونقلل مثلا ممكن شرب القهوة والشاي لين كوب واحد في اليوم. صعبة؟ في ناس كل ساعة ولا كل نص ساعة. إدمان عندهم. إنزين. وبعد من الأشياء المهمة أن نحاول كذلك نقلل من شرب المشروبات الغازية أو مثلا العصائر المحلاة، ونحاول نستبدلها بالعصائر الطبيعية. وين وصلنا الحين؟ وصلنا القاعدة الرابعة، لا تنسون أنكم تشربون الماء، يعني تحددون كمية معينة كل يوم تلتزمون فيها. وممكن أنكم يعني تستخدمون التطبيقات اللي تذكركم بشرب الماء واللي توريكم كمية الماء اللي شربتوها خلال اليوم. أنا الصراحة أستخدم هذه التطبيقات، أشوفها وايد مفيدة لأنها فعلاً تذكرني وتخليني أتحدى نفسي كل يوم أني أنا أشرب هذه الكمية من الماء. القاعدة الخامسة والأخيرة، اتذكروا أعزائي المستمعين أن الموضوع أبدا مش صعب ولا مستحيل، لكن بالتدرج كل شيء ممكن، وأن ندخل على الأقل لو عادة واحدة من اللي أنا ذكرتهم أكيد بتكون بداية التغيير، يعني الطريق للتغيير. ولا شو رأيك يا نمر؟ والله نمر يقولكم صح، وأنت صح بعد. إنزين. ولو حسيتوا بعد كل اللي ذكرناه أنكم بعدكم تبون تأكلون الحين وجبة دسمة، مثلا عيش ولحم ولا مندي، حاولوا تشغلون عمركم وما تفكرون بهالشيء. مثلا تفتحون إذاعة نور دبي وتسمعون برنامج صحة وسعادة، وإذا بعدكم مصرين شو نقولهم يا نمر؟ ها ما اسمع، يقولكم صحة وسعادة. أكيد ما بنقولكم إلا غير بالعافية عليكم، بس ها لا تنسون تعزموني أنا ونمر.
بعد نذكركم تراكم إذا بعدكم مصرين وخدتوا هاي الوجبات ممكن تحسون بالكسل ويجيكم النوم والدوام بعد ما خلص. وتبون الصدق، أنا أقول تريوا شوي، ترى الغداء يوم الجمعة وسط لمة الأهل وعيالنا أكيد بيكون وايد ألذ وايد أحلى. والحين وصلنا أعزائي المستمعين لنهاية حلقتنا لهاليوم، كان وياكم بالإخراج والتنسيق الزميل نمر محمد، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم جمعة سعيدة وسط أحبابكم، ولين ألقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.